كابتن ايمن يونس منور. والله يا كابتن يوسف انت اللي منور. يا بختي كابتن ايمن يونس بنفسه بيقول لي يا كابتن يونس ايه اللي ايه السعد والهنا اللي انا فيه ده. ازاي حضرتك؟ قوي وحشني ومستمتع بالحوار وحضرتك اكتر الراقي بتاعك، ومستمتع بعمليه التحفيز اللي بتحاول تبثها في كل المواطن المصري اللي هو شريك في هذا الوطن، الشريك في تركيبه المجتمعيه لهذا الوطن، اللي لازم كل واحد فعلا يعبر عن انتمائه لبلده بان يدي رايه، ان يقول احساسه، ان يقول اختياره، لان احنا كمان بنختار في وقت صعب، في وقت قاسي. انت شايف البلاد العربيه حوالينا كلها بقت كلها عامله ازاي؟ صح. شمال وجنوب وشرق وغرب، حاجة مرعبة. الحلمنا ان احنا نفضل محافظين على بلدنا في الامن والامان في ظل كل المتقلبات الرهيبة اللي حوالينا. اعتقد ده جزء من احلامنا في الاختيار الاحتفاظ، وما طبعا مما لا شك في احلامنا كتيرة في اقتصاد مستقر، احلامنا كبيرة في اوضاع مختلفة في كثير من النواحي، لكن المشاركة هو سر وجودنا في هذا الوطن. والناس اللي بتمتنع او الناس اللي بتحاول تبث الاجواء السلبيه او الطاقات السلبيه لمجتمعنا اعتقد مرفوضه في هذا الوقت. صح. طب كابتن ايمن، انا عارف كويس جدا انه كابتن ايمن مش بس واحد من اهم نجوم كره القدم في مصر والعالم العربي، مش بس واحد من اهم الكوادر الاعلاميه الرياضيه، لكن كابتن ايمن عنده وجهات نظر في الاقتصاد وفي السياسة، ومتحدث رائع. أنا بقول ده لأن أنا عارفك كويس وعارفك بشكل شخصي وهكذا، وبالتالي أنا محتاج فعلا رأيك أو أفهم منك ليه العيال بتاعت الإخوان المسلمين واللي شبههم واللي حواليهم واللي حاطين إيديهم في إيدين بعض من هناك دول قاعدين طول الوقت بيحاولوا يزقوا المصريين بعيد عن المشاركة؟ لأن هي تركيبتهم مبنية على كده، صناعة الفتن، وهي صناعة الفتن هي التركيبة الرئيسية اللي هم تواجدوا من خلالها. دايما التشكيك في نوع الحكم، التشكيك في فكر الحكم، التشكيك في عمليات التحديث، التجديد، عملية التشكيك بالفتن هي دي جزء من صناعتهم. فخلي بالك ده دي جينات متوارثة. دايما تركيبتهم الجينية كده. دايما لو يوسف قال حاجه هيقول لك ده بيقول كده علشان كده، مش هيقول لك دي وجهه نظره او بيعبر عنها. فعمليه التشكيك في كل حاجه ده جزء من الصناعه بتاعتهم، زائد ان هم فقدوا كل حاجه، فقدوا مصداقيتهم، بيعتمدوا على ان طبعا الاوضاع قاسيه. لازم نكون واقعيين جدا، كمان عندنا طبعا اوضاع قاسيه جدا في بلدنا اقتصاديه، مش مختلفين. احنا بلد بتحارب وبتكافح بطريقه ثانيه، في بلاد خلاص تفككت. انت عن فين سوريا، فين العراق، فين 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 السودان، فين ليبيا، بلاد. لكن انت الصراع بتاعك بتصارع عشان تحافظ على الاوضاع الاقتصاديه، الحمد لله انها جايه على كده، الحمد لله انها جايه على كده. فطبعا الفكر بتاعهم والتوقيت في اختيار صناعه الفتن هو ده الجيم الرئيسي اللي بيلعبوا بيه وبيتلاعبوا بيه بالعقول البسيطه. صحيح. لكن الواضح ان البلد كلها بتكافح لصالح العقول البسيطه الاول طبعا، مما لا شك فيه، الناس البسطاء الاول مما لا شك فيه، وفي شيء من المسانده والتعاطف والكبير من كل المسؤولين لصناعه اجواء مستقره لهذه الطبقه. يعني ممكن في طبقات كتيره قوي نختلف نتفق، متوسطه اعلى من المتوسطه بقى عندها شيء من القلق، لكن الطبقات الأقل من المتوسطة بيحاولوا يصلوا بيها لواقع مستقر من النواحي طبعا المالية الغذائية، يبقى يعني في تمكين حتى اقتصادي، المعاملات معاهم بكل أشكالها في نواحي الحياة كلها مختلفة للحفاظ على هذه الطبقة. صح. لكن مما لا شك فيه ان احنا بنمر بأزمة اقتصادية، ودي أزمة عالمية، والدنيا كلها متغيرة بشكل مختلف، وبنكافح للخروج منها، ومش هنقدر ننجح الا لو عملنا شيء من الاستقرار وحافظنا على بلدنا. انت بلد دي ما تقدرش تخش في اي صراع خارجي، لان يا دوبك احنا متحملين بعض ومتحملين فوق ده كله كل اللي احتاجونا. مين احتاجنا وما جاش لقى ليه مكان في بلدنا؟ مين من سوريا، مين من العراق، مين من السودان، مين من ليبيا؟ ما قلناش لحد لا،
والله من تعيش اقصى الشرق وسطينا لاقصى اخوات. الغرب. عمرنا ما قصرنا مع حد، والناس داخله وبتشتغل وبتتعامل وعايشين حياتهم. انا عايش هنا في اكتوبر، المحلات قد كده سوريين وقد كده عراقيين وقد كده ليبيين، وكله شغال وعايش كانه مصري. صحيح. احنا عندنا الفن التعامل مع اخواتنا العرب بنقدمه بشكل رائع راقي من غير مزايدات. صحيح. فأي ولا ناس احد بقى بتحاول يتعامل، تتلاعب، ومش انت بيتم فاهم؟ التعامل مع حد باعتباره جاي من دولة شقيقة، هو بيتم التعامل مع الكل باعتبارهم مصريين قلبا وقالبا. قلبا وقالبا. انت تقدر تيجي على اي حد هنا، سوري ولا عراقي ولا فلسطيني ولا سوداني ولا بتاع، المصريين ياكلوك. ده بيشيلوهم فوق صح الراس. صح انا شفت صح مواقف لناس مصريين انا مش قادر احكي لك. يعني احنا بنتعامل بمنتهى البساطه مثلا مع واحد بيورد خضار لبيوت وبتاع، فمثلا واحد عراقي واحد سوري بياخد وبيقول بعدين هدفع وبتاع، انا بشوف مصريين بيروحوا يدفعوا لهم من وراهم. انا شفت مواقف هنا يعني نفخر بمصريتنا ونفخر بعروبتنا ونفخر ان احنا بنحافظ على اخواننا، ما حدش يقدر يزايد علينا. عشان نقدر نستمر في الدور ده لازم نكمل مستقرين سياسيا. بس ما هو العنوان الامن والامان اللي انت قاعد توفره لمجتمعنا. انت هتنسى يوسف لما كنت تنزل قدام العماره، ولا ده اللي نازل قدام بيته وماسك مش عارف سلاح واللي قاعد يحافظ على اهله وقفته. صح. احنا مرينا باجواء كانت صح درس قاسي جدا، قد يكون كان مؤلم لكن اتعلمنا منه قوي. اتعلمنا منه ما نهدش حاجه في بلدنا. اتعلمنا فيه ما نجيش على بعض مهما نختلف مع بعض. اتعلمنا عندنا دروس كتيرة قوي مستفادة من الفترة السابقة، ان الاوضاع لا تتحمل ان احنا نختلف لدرجة ان احنا نصل ان احنا نأذي بعض. لكن اللي انت بتتكلم عنهم او الفئة اللي انت بتتكلم عنهم اللي هي بتجيد فن التضليل وصناعة الفتن وصناعة الاجواء الغير مستقرة، طبعا في ده ناس بتنجذب ليهم. اي حاجة فيها تلاعب بالدين هي شيء مؤثرة للقلب والعقل، فيها شيء من الجاذبية. صحيح 100%. خلي بالك هو ده الجيم الرئيسي للتلاعب بعواطف الطبقات الصغيرة، لكن أو الطبقات البسيطة. لكن هل البلد هدف دي ما وقفتش مع الطبقات البسيطة في عز محنتها كبلد؟ لا. أنا بصراحة بحترم اللي أنا شفته، بحترم صحيح حاجات كتير قوي في البلد دي كانت بتأديها، وهي بلد يعني مقهورة اقتصاديا مطلوب. والموضوع ليه خلفيات كبيرة، لكن في ظل ده كله واقفين. والنهاردة بننتخب ولازم ننزل ننتخب ونقول صوتنا ونقول عايزين استقرار وعايزين بلدنا تظل صامدة في ظل أجواء غير مقبولة لينا كعرب، وفي ظل أجواء ما حدش يقدر يتحملها. ودي حقيقة، ده صحيح. احنا 100% بنسعى للاستقرار والأمن والأمان، والانتخابات بتاعتنا دي ده عنوانها. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا كابتن أيمن. كل الشكر كابتن أيمن يونس، كابتن نادي الزمالك السابق.